السلام الله عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى المسائية، آخر موعد إخباري مباشر على القناة الثانية المستهل كالعادة بالعناوين. من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد المغرب على لسان رئيس الحكومة التزام المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة التعاون جنوب جنوب، مؤكدا تشبث المغرب بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الأقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، ومجددا الدعوة إلى الوقف الفوري لأعمال تصعيد بالشرق الأوسط وفق المحددات التي وضعها جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس. والمغرب الرقمي 2030 استراتيجية وطنية جرى إطلاقها رسميا اليوم، تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي خدمة للمواطن المرتفق من خلال رقمنة الخدمات العمومية. نناقش الموضوع رفقة الكاتبة العامة للوزارة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ومجلس بنك المغرب قرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس ومواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية. الموضوع تناقشه إيمان ورقة في الفقرة الاقتصادية. واكتشاف علمي أركيولوجي مهم أماطت اللثام عنه، مجموعة بحث دولية يتعلق بأقدم وأكبر مركب زراعي في شمال غرب أفريقيا، تم اكتشافه في قرية وادبات بالقرب من مدينة الخميسات. أهلا بكم. للمغرب كلمة في المنتظم الدولي، وكلمة المغرب ألقاها رئيس الحكومة من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد عزيز أخنوش التزام المغرب بقيادة جلالة الملك محمد السادس لفائدة التعاون جنوب جنوب، خصوصا مع توجه المغرب الأطلسي باعتباره فضاء للتواصل الإنساني والتكامل الاقتصادي ومحورا للإشعاع القاري والدولي. وبخصوص ملف الصحراء، جدد رئيس الحكومة التأكيد على تشبث المغرب بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي حصريا وفي إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمملكة. كما ذكر عزيز أخنوش بمحددات موقف المغرب بشأن الصراع في الشرق الأوسط، كما حددها جلالة الملك محمد السادس بصفته رئيسا للجنة القدس للخروج من منطق تدبير الأزمة إلى منطق العمل على إيجاد حل نهائي لها. كما أسلفت، وأمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدد رئيس الحكومة التأكيد على موقف المغرب بشأن وحدته الترابية، مجددا تشبث المملكة بالتوصل إلى حل سياسي ونهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء على أساس مبادرة الحكم الذاتي حصريا وفي إطار الوحدة الترابية والسيادة الوطنية للمغرب. نتابع مقتطفا من الكلمة التي ألقاها عزيز أخنوش. لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة بمشاركة كاملة من الجزائر. لا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي. لا عملية سياسية جدية دون العودة إلى إيقاف إطلاق النار من طرف الميليشيات المسلحة كما ينادي به أعضاء مجلس الأمن. لمزيد من المعطيات حول الموضوع ينضم إلينا مباشرة من مكتبنا بالرباط الدكتور الموسوي العجلاوي، المحلل السياسي للقناة الثانية. مرحبا بك دكتور. إذن نبدأ من حيث انتهى المقتطف. المغرب وأمام المنتظم الدولي جدد مرة أخرى تأكيد موقفه الثابت بخصوص الوحدة الترابية والسقف الذي معه يرى الحل النهائي الواقعي لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. أنا أعتقد أن هذه كلمة المغرب أمام الجمعية العامة في دورتها 79 أمام 193 دولة، والجمعية العامة من أهم مؤسسات المنظمة الدولية، أن المغرب ذكر بالثوابت التي جاءت في عدد من الخطط الملكية فيما يخص الحل السياسي لهذا النزاع الإقليمي، كل ما ورد في كلمة سي عزيز أخنوش. ثم أيضا أن هي رسالة إلى الأمم المتحدة فيما يخص بالخصوص، ونحن على مشارف اجتماع مجلس الأمن للنظر مرة أخرى في مهمة المينرسو، تبديد بعثة مهمة المينرسو،
وأيضا تحميل المسؤوليات. إذا وقفنا عند بعض الكلمات التي جاءت في كلمة رئيس الحكومة، هناك نوع من التنبيه للأمم المتحدة أن المغرب ملتزم بوقف إطلاق النار، المغرب ملتزم بالحل السياسي، ملتزم بكل قرارات مجلس الأمن، في حين أن الأطراف الأخرى ترفض جلها، يرفض قرارات مجلس الأمن وخرق وقف إطلاق النار. فإذن هي مسؤولية الأمم المتحدة. أعتقد هذه الكلمة في هذه السنة لها أهميتها الكبيرة، ونحن ننتظر تقرير غوتيريس وقرار مجلس الأمن. ثم أيضا فيما يخص أهمية هذه الدورة، يتأكيد على التعاون المتعدد الأطراف، لأن هناك إشكالات كبيرة على المستوى الدولي. طبعا أستاذ، هذا هو سؤالي. ركز بالخصوص على ثلاث ملفات مهمة تضع المغرب والدبلوماسية المغربية في هذه المقاربة الجديدة، التي تؤكد أولا على الواجهة الأطلسية بالنسبة لدول الساحل، إفريقيا الأطلسية لتتمثل 23 دولة إفريقية و70% تقريبا من الخام داخل الناتج داخل الخام لعدد من الدول، وأيضا مسألة أنبوب الغاز الذي له أهميته، بمعنى أن المغرب دائما يربط بين التنمية والأمن، وأن ملف النزاع الصحراء لا يمكن أن يفتح الباب نحو تنمية إقليمية دون هذا الحل السياسي كما حددها المغرب من خلال خطب جلالة الملك والتي أعادها رئيس الحكومة. طبعا دكتور، كما أشرتم إلى أن المغرب من على منصة الجمعية العامة جدد التأكيد والترافع حول أهمية التعاون جنوب جنوب والتكامل القاري مع الدول الأفريقية، وكذا الدفاع عن القضايا العادلة في مقدمتها القضية الفلسطينية كما أسلفت. نعم، القضية الفلسطينية، أنت تعرف أنه في عدد من الخطب الملكية جلالة الملك يقول دائما أن القضية الفلسطينية هي بمثابة في مرتبة القضية الوطنية. من خلال كلمة أيضا رئيس الحكومة هناك تأكيد على ما جاء، فقط أذكر السي زكريا، الرسائل الملكية إلى الرئيس اللجنة الأممية التابعة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني، كل ما يعيشه الشرق الأوسط حاليا جاءت كتحذيرات في تلك الرسائل. مرة أخرى كلمة المغرب تؤكد أن القضية الفلسطينية هي مفتاح وورقة الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، وما نراه اليوم من تحول والاعتداء الاحتلال الإسرائيلي على القضية الفلسطينية، على الفلسطينيين، على الأراضي الفلسطينيين، وعلى الشعب اللبناني وحكومة الشعب وحكومة اللبنانية، هذا دليل أن الآن بدأت الأمور تسير نحو توجهات أخرى. نقف كذلك في كلمة المغرب عن التضامن الكامل مع الشعب الفلسطيني، وأن غزة هي جزء من الأراضي الفلسطينية، وأن الحل هو حل سياسي، حل الدولتين للدولة الفلسطينية القابلة للحياة وعاصمتها القدس الشرقية. فبالتالي هذه المواقف لها أهميتها. والشيء الجديد في كلمة رئيس الحكومة هو إعلان تضامن مع لبنان حكومة وشعبا. أعتقد أن المغرب يضع نفسه مرة أخرى في نصرة القضايا العادلة في كل مكان. شكرا جزيلا لكم الدكتور المساوي العجلاوي، المحلل السياسي للقناة الثانية. شكرا جزيلا لكم على كل هذه الإضاءات. وكما أسلفتم، الوضع في لبنان يشي بمزيد من التصعيد والتصعيد المضاد، حيث وصل الجيش الإسرائيلي اليوم غاراته على عدد من المناطق، أدت إلى مقتل 51 شخصا وإصابة 223 حسب وزارة الصحة اللبنانية. من جهته واصل حزب الله استهداف قواعد إسرائيلية مختلفة بما فيها مقرات استخباراتية بتل أبيب. والوضع في القطاع يبرح مكانه مع استمرار الحرب على غزة، الحرب المتواصلة لليوم 55 بعد 300. جيش الاحتلال ماض في قصف المناطق السكنية، حيث أشارت حصيلة أخيرة في 24 ساعة الماضية إلى سقوط 28 شهيدا و85 مصابا. إلى ذلك حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم من خطر اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط، مؤكدا أنه لا يزال هناك إمكان للتوصل إلى اتفاق يمكنه أن يبدل المنطقة برمتها حسب قوله.
نعود وطنيا، حيث جرى اليوم بالرباط الإطلاق الرسمي للاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030. هذه الاستراتيجية التي ترم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي خدمة للمواطن المرتفق من خلال رقمنة الخدمات العمومية لتسهيل الولوج إليها وتقليص الآجال وعبر تعبئة التنقلات للإدارة العمومية، بالإضافة إلى بث دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بخلق 240 ألف منصب شغل، من أهم أهداف هذه الاستراتيجية التي أشرفت على إطلاقها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. ولمزيد معطيات حول الموضوع تنضم إلينا مباشرة من مكتبنا بالرباط سارة المراني، الكاتبة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. مرحبا بكم السيدة الكاتبة العامة. إذن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 أكدت على مسألة مهمة وهي خدمة المواطن المرتفق والمقاولات. طبعا هذه واحدة من بين أهدافها اللي هي كثيرة. كيفاش يمكن اليوم نتكلموا على هذه الاستراتيجية واش قدرت أنها تغطي جميع المناطق وجميع الفئات؟ أولا شكرا على الدعوة. تم اليوم إطلاق الاستراتيجية الوطنية المغرب الرقمي 2030. هذه الاستراتيجية تم الصياغة ديالها بطريقة تشاركية، واللي من بين الأهداف ديالها واللي هي يعني موضوع السؤال ديالكم هو تسريع الخدمات العمومية عبر الرقمنة. وهذا الرقمنة هذه ديال الخدمات العمومية من بين الآليات اللي جات بها الاستراتيجية هي أولا اعتماد المبدأ ديال المسار المرتفق، يعني الرقمنة دار من البداية حتى النهاية ديال واحد المسار بالاعتماد على الحاجيات ديال المرتفقين، واعتماد واحد المجموعة ديال الآليات الأخرى اللي هي من بينها تبادل البيانات، بحيث أن هذا المسار يعني خصو بلاصة ما نطلبوا من المواطن أنه يلجأ ويقوم بإحضار واحد المجموعة ديال الوثائق العمومية، بين الإدارات هي اللي تقوم بتشارك المعلومات والبيانات بيناتها باش توفر هذه الخدمة للمواطن. جات كذلك واحد مجموعة الآليات الأخرى اللي هي الذكاء الاصطناعي باش يكون محفز لتحسين الخدمات العمومية، وكذلك يعني القيام بتطوير واحد البوابة موحدة للمواطنين باش يقدروا يدخلوا لهذه الخدمات العمومية. وكيف ما طرحتوا في السؤال ديالكم، فهاد الخدمات هذه خصها تكون قريبه لجميع المواطنين كيف ما في اي جهه في كل جهات المملكه، فلا بد من تقريب هذه الخدمات. من بين يعني المبادرات اللي تكون يعني منخرطه في هاد الاستراتيجيه هي يعني انشاء واحد المجموعه ديال مراكز القرب اللي غادي تقرب الخدمات ويكونوا يعني اشخاص اللي يعاونوا المواطنين باش يقوموا بالخدمات العموميه ديالهم. فهذا محور مهم جدا في اطار الاستراتيجيه. إلا سمحتوا، أن واحد كذلك من بين يعني الأهداف ديال الاستراتيجية ديال المغرب الرقمي 2030 أنها تساهم في الدفع بالاقتصاد الرقمي إلى الأمام. وطبعا واحد من التحديات اليوم اللي كتعيشها بلادنا هي خلق مناصب شغل جديدة، كيفاش غتتم هذه العملية؟ فعلا فالاستراتيجية كتهدف إلى إنشاء 240 فرصة شغل. كيف؟ أولا باستقطاب الشركات الرائدة في مجال الرقمنة اللي عتقوم بخلق واحد المجموعة ديال فرص الشغل في مجالات يعني ديال الرقمنة اللي عندها واحد الوقع مهم للمجتمع كالذكاء الاصطناعي وكل يعني التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وكذلك تطوير يعني المقاولات الناشئة وتوفير واحد المجموعة ديال التحفيزات لهذه المقاولات الناشئة. وبالإضافة لهذا كيفية يعني أن المقاولات هي نقوم بالرقمنة ديالها باش تكون عندها واحد المردودية أكبر. كل هذا عاد يساهم في يعني في الاقتصاد الرقمي ديالنا وفي الاقتصاد السوسيو اقتصادي. طيب السيدة الكاتبة العامة، أكيد واحد من التحديات اليوم والإكراهات اللي ربما تقدر تعتري هذا تطبيق ديال الاستراتيجية كبيرة بحال استراتيجية المغرب الرقمي هي توفير الكفاءات، كفاءات اللي قادرة أنها تواكب هذا الانتقال الرقمي. شنو هي الخطة ديالكم أولا من حيث توفير هذه الكفاءات المطلوبة، ثم واش كاينة إمكانية ديال الانفتاح اليوم على الذكاء الاصطناعي وعلى الفرص اللي كيتيحها؟ هو الكفاءات هي الركيزة الأساسية ديال استراتيجية المغرب الرقمي
لابد من تكوين ودعم المهارات في بلادنا باش البلادنا تولي منتجة للحلول الرقمية. وكاين واحد المجموعة ديال المبادرات اللي يعني دعم هذه المهارات. كاين مبادرات اللي كتهم يعني خلق مسالك جديدة في الجامعات المغربية اللي تم الإطلاق ديالها مع بشراكة مع وزارة التعليم العالي. كاين يعني التكوينات التأهيلية، كيفاش هاد يعني الخريجين اللي عندهم يعني دبلومات في الرياضيات او الفيزياء الى اخره، حتى هما يمكن التاهيل ديالهم في الرقمنه يوليو حتى هما مواهب رقميه. وكذلك الناس اللي عندهم يعني كيبغيو الرقمنه، كيفاش حتى هما يستافدوا من هاد من هاد من هاد التكنولوجيات الحديثه باش حتى هما يولجوا لسوق العمل. يعني بالنسبه لنا المواهب والدعم ديالهم هي ركيزه اساسيه، وهذا الشيء في كل جميع يعني الجهات ديال المملكة. وكذلك بالنسبة للذكاء الصناعي فهو حاضر بقوة في الاستراتيجية ديالنا، سواء كرافعة باش نحسن الخدمات العمومية، لكن كذلك في التكوينات هو حاضر بقوة باش نكونوا الشباب ديالنا في الذكاء الصناعي ويمكنهم حتى هما يواكبوا هذا الصرح ديال الذكاء الاصطناعي. وكذلك يعني حنا كان الشركات الرائدة كان يعني كنستقطبوها اللي هي كتشتغل كذلك في مجال الذكاء الاصطناعي. وكذلك كاين ركيزة مهمة اللي هي البنية التحتية باش تكون حتى هي كتمكننا باش نطوروا الخدمات ديالنا. نعم. بأحسن التقنيات. شكرا جزيلا لكم السيدة سارة العمراني، الكاتبة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. شكرا جزيلا لك على كل هذه التوضيحات والإضاءات. اقتصاديا، دائما عقد أمس مجلس بنك المغرب حيث قرر في اجتماعه الفصلي الثالث الإبقاء على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير في 2.75%، مؤكدا مواصلة التتبع عن كثب لتطور الظرفية الاقتصادية والاجتماعية. الموضوع تناقشه إيمان ورقة في فقرتها الاقتصادية الأسبوعية. إيمان، مرحبا بك. مساء الخير زكريا. إذن كيف هي توقعات بنك المغرب بالنسبة للوضعية الاقتصادية للمملكة؟ إذن زكريا، سجل الاجتماع الفصلي الثالث لبنك المغرب مجموعة من التوقعات حول الوضعية الاقتصادية للمملكة، منها مواصلة معدل التضخم، التأرجح حول نسبة 2% لتظل قريبة من هذا المعدل خلال الفصول الثمانية المقبلة، ويتوقع أن يتباطأ التضخم الإجمالي من 6.1% في السنة الماضية إلى نسبة 1.3% في سنة 2024، إلى أن ينتقل إلى 2.5% في سنة 2025. ومع توالي فترات الجفاف والإجهاد المائي الذي يمثل عائقا بالنسبة للإنتاج الفلاحي والنمو الاقتصادي ككل، توقع بنك المغرب أن يتباطأ النمو الاقتصادي إلى نسبة 2.8% هذه السنة، قبل أن يرتفع إلى نسبة 4.4% في السنة المقبلة، وذلك نتيجة انكماش القيمة المضافة الفلاحية بالمملكة مع فرضية تحقيق محصول حبوب متوسط بحوالي 55 مليون قنطار. طبعا إيمان، إبقاء بنك المغرب على سعر الفائدة الرئيس ثابتا انبنى على توقعات اقتصادية دولية، ما هي أهم مرتكزات هذه التوقعات؟ الأفاق الاقتصادية والاجتماعية زكريا في أفق توقعات الماكرو اقتصادية لبنك المغرب تظل محاطة بمستوى عال من اللايقين على الصعيد الدولي باستمرار الحرب في أوكرانيا وتصاعد النزاع في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية التي تزيد من حدة الانقسام الاقتصادي، وهو ما يمكن أن يؤثر على أسعار المواد الطاقية والمواد الغذائية. وعلى الصعيد الدولي دائما أبان النشاط الاقتصادي عن قدرة نسبية على الصمود، غير أنه من المرتقب أن يعرف تباطؤا في العديد من البلدان متأثرة بالخصوص بالأوضاع النقدية التقييدية. أما التضخم فسيواصل منحه التنازلي، لكن مع استمرار ارتفاع أسعار الخدمات في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية. شكرا جزيلا لك إيمان، اللقاء يتجدد بك الأسبوع المقبل بحول الله. في أمان الله. بمراكش انطلقت اليوم أشغال ورشة دولية حول أمن وسلامة التظاهرات الرياضية الكبرى التي تنظمها المديرية العامة للأمن الوطني بتنسيق مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية. إلى ذلك أكد فلاح الدوسري المدير العام لمشروع ستاديا بالإنتربول أن المغرب يعد نموذجا يحتذى على مستوى العالم في مجال المجالي الأمن وإدارة الفعالية الكبرى، منوها بالتزام المملكة المغربية بالتعاون الدولي في هذا المجال.
المسائية ما تزال متواصلة، نتابع فيها أيضا سد تمري من بين المشاريع المائية المهمة بجهة سوس، أشغال تهيئته تعرف تقدما ملحوظا ضمن المشاريع الاستراتيجية التي تم إطلاقها في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي. ويوم المساجد مناسبة لتكريم المحسنين والصناع التقليديين الذين يساهمون في تشييد بيوت الله وتزيينها لضيوفه وتحبيب المؤمنين في زيارتها. كما أسلفت، سد تامري من بين المشاريع المائية المهمة بجهة سوس، أشغال تهيئته تعرف تقدما ملحوظا حيث بلغت نسبة الإنجاز 52%. المشروع هو جزء من سلسلة مشاريع استراتيجية تروم أو أطلقت في إطار البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، والذي تم إعداده وفقا للتوجيهات الملكية كاستجابة استباقية لمسألة تدبير المياه. ريبورتاج يونس سلام الدين والمتابعة لحمزة إيتم سعود. على قدم وساق حركية الأشغال هنا في ذروتها لاستكمال ورش بناء سد تامري. المنشأة التي انطلقت أشغالها قبل سنتين تصل كلفة إنجازها 2.7 مليار درهم، وطاقتها الاستيعابية 204 ملايين متر مكعب من الماء. ساكنة المنطقة في حاجتها. غتوجه لتزويد أكادير الكبير والدواوير المجاورة للسد بالماء الصالح للشرب، وتوفير ماء السقي الخاص بالفلاحة الصغيرة والمتوسطة بسافلات السد، كذلك المساهمة في تطعيم الفرشة المائية والحماية من الفيضانات. علو سد تامري يصل 75 مترا، فيما طول قمة السد يبلغ 460 مترا، ونسبة تقدم الأشغال فاقت 52%. عمل ميداني حثيث ترافقه خبرة وتتبع من المختبرات. إنجاز مجموعة من التجارب والدراسات بشكل يومي ومكثف على المواد المستعملة في الورش، واستغلال نتائجها وتأويلها بالرجوع إلى المعايير المحددة في دفتر التحملات، بالإضافة إلى التأطير التقني والمصاحبة العملياتية لحل الإشكاليات التقنية، وهو ما يمكن من تسريع وتيرة الإنجاز. سد تامري الذي سينضاف لحاضرة السدود بجهة سوس ماسة منشأة ستعزز القدرات المائية التخزينية وستساهم في تنميتها. موعد انتهاء الأشغال المحتمل سيكون في 21 فبراير 2029، لكن موعد بدء ملء السد سيكون مع انطلاقة عام 2026. والحملة التوعوية التي أطلقتها سلطات إقليم قلعة السراغنة تتواصل بهدف تحسيس تلاميذ أزيد من 70 مؤسسة تعليمية بأهمية ترشيد استعمال المياه داخل فضاء المؤسسات وفي منازلهم. الروبورتاج للحسن هبان ورفيق أقومت. يلقن هذا الأستاذ تلاميذه داخل مدرسة السلام بمدينة قلعة السراغنة كيفية ترشيد استهلاك المياه داخل المؤسسات التعليمية، وتأتي هذه الحملة التوعوية ضمن برنامج شامل لإعادة النظر في كيفية التعامل مع المياه داخل المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة. عدد المؤسسات التعليمية المستهدفة على المستوى العمومي 178 مؤسسة، وعلى المستوى الخصوصي 22 مؤسسة، أي ما مجموعه 200 مؤسسة، وستشمل تعبئة وتحسيس وتوعية حوالي 163 ألف تلميذ وتلميذة بكافة هذه المؤسسات. حسنا نحتفظوا على الماء ما نضيعوش، حتى الضياع ما حصلش نضيعوا الماء، لو ما حصلش يضيع حسنا نحافظوا عليه باش ما يوليش عندنا الجفاف. جهود توعوية إذا ما تكللت بنجاح فقد تساعد حتما على إعادة التنشئة الاجتماعية فيما يتعلق بأساليب عقلنة وترشيد المياه ونقل الرسالة إلى العائلات وآباء وأولياء هؤلاء التلاميذ. استهدفنا التلميذات وتلاميذ المؤسسة التعليمية بالإقليم خلال هذه المدة كاملة من أجل نرفع المنسوب ديال الوعي الجامعي لدى التلميذات والتلاميذ، تحمل هذه الفئه المتمدرسه هذه الرسائل نحو الملازم ثم نحو المجتمع من اجل دائما تغيير السلوك نحو تبني السلوكات اللي هي مسؤوله. ضياع قطره ماء مسؤوليتنا جميعا، عنوان هذه المبادره
التحسيسية والتوعوية التي تشمل كافة المؤسسات التعليمية بإقليم قلعة سرغنة. اكتشاف مهم أماطت اللثام عنه مجموعة بحث دولية بقيادة المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراب بالمغرب والتراث بالمغرب والمتعلق بأقدم وأكبر مركب زراعي في شمال غرب أفريقيا، تم اكتشافه في قرية واد بهت بالقرب من مدينة الخميسات. المركب الزراعي يعود إلى الفترة ما بين 3400 و2900 قبل الميلاد، وهو أكبر وأقدم مركب زراعي تم توثيقه في أفريقيا خارج وادي النيل. نتابع بهذا الخصوص مقتطفا من تصريح الدكتور يوسف بكبوت باحث بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث بالرباط. هو أقدم وأكبر سميتو قريه مقبره تاريخيه اللي مارست الزراعه بشكل قوي. كاين الموقع اللي كنهضروا عليه فيه واحد المساحه كبيره اللي 10 ديال الهكتارات في الفتره ديال مقبره التاريخ، راه شي حاجه كبيره بحال بقياس ديال المدينه الحاليه. تقريبا عندنا 10 ديال الهكتارات ديال المساحه، بمعنى يعني ان كانت سكينه ديموغرافيه كبيره تقريبا المئات سينون الالاف ديال الساكنه، وكانوا كيمارسوا واحد الزراعه ماشي معيشيه، زراعه يعني تجاريه، يعني كانوا كيزرعوا الحبوب، وبما ان دوك كاين عندهم فائض ديال الحبوب وكيتاجروا به خصهم يفكروا في التخزين ديالو، داك الشيء باش يلتجؤوا باش يديروا مطامر، تقريبا مطامر كبار اللي خايف تقريبا الغرق ديالها 2.20 متر واللي كتهز يعني الاطنان ديال الزرع. هذا الشيء كيبين لينا باللي هذه السكينه يعني كانت كتهتم بالزراعه وكانت عندها ارتباطات بمجموعات اخرى اللي كانت كتقيد معها. وفي إطار المجهودات الرامية إلى إدماج أبناء الجالية الأفريقية المقيمة بالمغرب في المنظومة التربوية بالمملكة، تعرف مدرسة السادس من نوفمبر الابتدائية بالرباط استقطاب عدد من الأطفال المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، حيث يتابع 24 طفلا تعليمهم داخل هذه المؤسسة، والأجمل هو مستوى الاندماج الذي تحقق. الروبورتاج لزملائنا في موقع دوزان بوايما شيماء عصفور نسيب الشنتوفي والتحرير لحمزة إيت مسعود. أولى خطوات الاندماج منبعها المدرسة، والأطفال المنحدرون من دول إفريقيا جنوب الصحراء بهذه المؤسسة نجحوا في تجاوز حواجز اللغة والثقافة وانصهروا بسرعة في المنظومة التربوية المغربية. تبقى هذا الكلمة من ديرها. سلام، اسمي باولا، أقرأ في السادس ابتدائي في مدرسة ست نوفمبر، وأحب هذه المدرسة كثيرا. تعلمت بزاف ديال الحاجات العربية فرنسية ورياضيات أمازيغية. كنقرا في مدرسة سادس نوفمبر ابتدائي في مستوى السادس، عجبتني بزاف المدرسة حيتاش من دخلت المدرسة ما كنتش كنعرف بزاف. اندمجوا بواحد الصوره يعني فائقه، يعني طلعت انا التلميذات حاولوا يتقربوا من الثقافه المغربيه، حاولوا انه يتعرفوا على الاعياد اللي كنحتفلوا بها على مستوى المؤسسه من خلال الانشطه الموازيه. تمثيليتهم بين أقرانهم المغاربة بلغت هذه السنة 7%، معدل يزداد كل عام، والمجهودات المبذولة لأجل الاندماج والتدريس ترتكز على التجارب مع متطلبات هذه الفئة وما يعيق سرعة الانصهار المجتمعي. أغلبية ديال الأطفال كيكونوا من فرانكوفونيين، المواد اللي كيلقاو فيها صعوبات تخصص لهم وقت إضافي للترجمة للمصطلحات من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية. نحترم الديانات، إذا كان الطفل مسلم فهو يقبل على دراسة المواد الإسلامية، في حالة إذا كان غير مسلم فهو يعفى من المواد الإسلامية ولا نخرجه أثناء حصة التربية الإسلامية، نعطيه قصة أو أشغال التطبيقية في الرياضيات أو الفرنسية. يتكلمون الدارجة والعربية الفصحى والأمازيغية بطلاقة، من جنسيات مختلفة يتدرجون وفق المسار التعليمي لباقي التلاميذ المغاربة، وهم في طريق الاندماج الصحيح. معزيا، بعث جلالة الملك محمد السادس برقية مواساه إلى أفراد أسرة المرحوم الإعلامي بلعيد بوميد. ضمنها جلالة الملك خالص عبارات المواساه
وذكر فيها مناقب الفقيد وخصاله، وكان جثمان الراحل قد وري أمس الثرى بالدار البيضاء بحضور زملائه ومحبه. بمناسبة يوم المساجد، نظمت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أمس بالرباط حفلا دينيا، خلاله تم تكريم عدد من بناة المساجد والصناع التقليديين الذين يساهمون في تشييد بيوت الله وتزيينها لضيوفه، وذلك في إطار العناية المستمرة التي توليها إمارة المؤمنين بالمملكة للمساجد وأدوارها المحورية في تعزيز الأمن الروحي وتأطير المواطنين. المتابعة لشيماء العلام. يتردد الأذان في سماء المغرب باعثا الطمأنينة في النفوس، معلنا حضورا متجذرا للمساجد في حياة المغاربة. فمنذ إقرار يوم المساجد عام 2007 أصبح هذا اليوم محطة بارزة تجسد الرعاية السامية التي يوليها أمير المؤمنين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لبيوت الله. تلك المساجد التي تنتشر في كل ركن من المملكة ليست مجرد مباني للعبادة، بل هي منارات مضيئة للإيمان والعلم والهوية الروحية. وفي يوم المساجد اجتمعت القلوب لتحتفل بهذه الصروح التي تتألق بروعتها المعمارية وصلابة القيم الدينية المتوارثة عبر الأجيال. تقدم فيه حصيلة السنة، ويكون مناسبة لتقديم الشكر وطلب الله تعالى أن يخلف وأن يجازي كل من أسهم في بناء المساجد خلال السنة. الحمد لله كنخدموا في الأغلبية في المساجد، وصوبنا تقريبا تبارك الله دابا اكبر مسجد اللي هو الصفا والمروه في مدينه سماره. تميز الحفل بتكريم عدد من بناة المساجد والصناع التقليديين الذين ساهموا في إعلاء هذا الصرح الروحي، فضلا عن المحسنين الذين لا يدخرون جهدا في دعم هذه الأعمال الجليلة. المهمة ديالنا كانت عندنا الجامعة قديمة، وعاودنا البنيان على يد المحسنين، كل واحد باش ساهم، واحد مليون، واحد جوج، واحد ثلاثة، يعني المحسنين فيهم المشتركين، عدد المشتركين وصل حتى 250 مشترك. الحفل افتتح بتلاوة جماعية لآيات بينات من الذكر الحكيم من طرف طالبات معهد محمد السادس لتكوين الأئمة، كما تم عرض شريطين وثائقيين، الأول حول المساجد التي قامت الوزارة ببنائها وفتحها للمصلين في إفريقيا، والثاني حول المساجد التي شيدت بفضل المحسنين خلال هذا العام. في الختام إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء في مسائية اليوم. من على منصة الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد المغرب على لسان رئيس الحكومة التزام المملكة بقيادة جلالة الملك لفائدة التعاون جنوب جنوب، مؤكدا تشبث المغرب بالتوصل إلى حل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، ومجددا الدعوة إلى الوقف الفوري لأعمال التصعيد بالشرق الأوسط وفق المحددات التي وضعها جلالة الملك بصفته رئيسا للجنة القدس. والمغرب الرقمي 2030 استراتيجية وطنية جرى إطلاقها رسميا اليوم، تروم بث دينامية في الاقتصاد الرقمي خدمة للمواطن المرتفق من خلال رقمنة الخدمات العمومية. ناقشنا الموضوع رفقة الكاتبة العامة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة. شكرا لكم على طيب المتابعة، دمتم بخير، في أمان الله.